فإن تولوا فإنما هم في شقاق. وذكر الشقاق وجاء مجرورا بحرف الجر في، لماذا؟ ها الغماس يا عبد الله، صحيح في ظرفية يا إخوان، تقول الماء في الكأس، معنى في الكأس يعني الكأس ظرف محيط بهم من كل جهة، وهؤلاء في شقاق محيط بهم. وقد مرت الإشارة إلى هذا المعنى في آية في أول السورة، وش يا إخوان؟ أولئك على هدى. فلما ذكر الله تعالى الهدى جاء بحرف على الدال على أي شيء؟ على العلو. ولما ذكر الطغيان قال في طغيانهم يعمهون ويمدهم في طغيانهم، أن الطغيان ظرف أحاط بهم من كل جانب. وجمع الأمران في آية، أي نعم، في قوله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. ولما ذكر الله النور قال نور على نور، اللهم اجعل لنا نورا يهدينا إليك يا أرحم الراحمين، نور على نور، نور فوق نور، يعلو به من الله سبحانه وتعالى عليه بهذا النور. ولما ذكر الظلمات ماذا قال؟ ظلمات بعضها فوق، ما قال على لا فوق بعض. فتأملوا كتاب ربكم يا إخوان، والعجب في حروفه، في كلماته، في آياته، في سوره.